للأسف ياسر، شوف يعني في بعض النصائح إذا جتك من شخص يعني لخبرة في الحياة مثل الوالد ومثل الناس الكبيرين في السن تراها تمسك في الذاكرة. أنا نصيحتين أنا. وش هي النصيحة اللي أخذتها وكانت بالنسبة لك منجية؟ شوف هي ما هي منجية، هي تغذية للروح اللي أنا أخذتها بصراحة. هي نصيحتين وليس واحدة. النصيحة الأول نصحني في الجار، وللأسف يا ياسر حنا في هذا المجتمع يعني ممكن عندنا قلت العلاقات الجيران بين بعض، فقال لي جارك وجارك وجارك مهما كان ومهما زل ادمح زلة جارك. فمن تقريبا 20 سنة ولا 18 سنة أنا ماسك النصيحة لجيراني اللي حولي. ما شاء الله. النصيحة الثانية هي الله سبحانه وتعالى إذا الله أعطاك خوات وكنت الأب بعد الأب، فأوصاني قال خواتك أنت الظهر، أنت السند لهم. فالخوات ترى ما هو مثل البنت والزوجة، الخوات بعد وفاة الوالد أو أي إنسان يعني أبوه عايش هو السند لخواته. فالله الله في خواتك. النصيحتين هذه لا زالت عالقة ولا زلت أستمتع فيها وأنا أشوف خواتي وأشوف جيراني وتعاملي معهم يا ياسر. أحسنت.